بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فسهل علينا يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درسنا اليوم إن شاء الله باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. قال الناظم رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. هنيه الحكمة، هذا هني حكم. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف، هذا الحكم الثاني. وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكت المقللة ويسكت في شيء وشيئا. عندنا وعنده روى خلف سكت مقللة. وعن حمزة في الوقف خلف، هذا حكم ثاني. وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكت المقللة ويسكت في شيء وشيئا. باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. علمته الحكم هذا؟ كل خذوا الكتاب وعلموا الحكم. نعم. المعنى أمر الناظم بتحريك كل حرف ساكن وقع آخر، وتحريك كل حرف ساكن وقع آخر الكلمة التي هو فيها، وكان صحيحا بتحريك هذا الحرف بشكل الهمز الذي بعده أي بحركته، سواء كانت تلك الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، مع حذف الهمز بعد نقل حركته إلى الساكن قبله. بعد نقل حركته، بعد حركته إلى الساكن قبله، وذلك لورش. يعني إذن لما بنشرح بنقول أمر الناظم، لأنه قال وحرك لورش، الأسلوب العلمي لما بتشرح به وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. نقولوا أمر الناظم بأن يقرأ للمصرح له بيش، بيش مصرح ليه؟ بلقبه، مش اسمه. اسمه عثمان بن سعيد، إذن هذا لقب. إذن نقول أمر الناظم بأن يقرأ للمصرح له بلقبه وهو الإمام ورش بتحريك كل ساكن آخر بشكل الهمز واحذفه مسهلا. لتحريك كل ساكن آخر، إذن يكون الساكن يكون في آخر الكلمة الأولى، الساكن بحيث يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى، والهمز يكون في أول الكلمة الثانية، يعني متصلين ببعضهم، إلا أن الساكن يكون في آخر الكلمة الأولى والهمز يكون في أول الكلمة الثانية. أن حرك هذا الساكن بحركة الهمز ثم نحذف الهمز، قال واحذفه وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. شنو هو اللي بنحذفه؟ اللي بنحذفه هو الهمز. إذن ناخذ حركة الهمز ونحرك بها الساكن الذي قبلها
ثم تحذف الهمز، الحركة اللي بنحرك بها الساكن الذي قبل الهمز يكون نفس الحركة اللي كانت في الهمز. فإن كانت الهمز مفتوحة إذن الساكن نحركوه بإيش؟ بالفتح. وإذا كانت الهمزة مضمومة فيحرك الساكن بالضم، وإن كانت الهمزة مكسورة فيحرك الساكن بإيش؟ بالكسر. هذا معنى قوله وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفهم السلا. نعم. ويؤخذ من النظم أن ورشا لا ينقل حركة الهمز لا ينقل حركة الهمز إلى ما قبلها إلا بثلاثة شروط. أردوا بك من الشروط. الأول أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز ساكنا. هذه واحد. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون الساكن الذي تنقل إليه حركة الهمز أن يكون ساكنا صحيحا، احترازا من إيش؟ ساكن غير. شنو هو الساكن غير الصحيح؟ لما يكون حرف مد. إذا كان الساكن الذي قبل الهمز حرف مد، حرف المد ساكن ولا ما هو ساكن؟ لكنه ليس ساكنا، لكنه ليس ساكنا صحيحا. يخرج هذا شنو؟ إذا كان قبل الهمز ساكن ولكن هذا الساكن ما هوش حرف مد، يعني حرف لين، تنقل له حركة الهمز ولا ما تنقلش إليه حركة الهمز؟ تنقل إليه حركة الهمز لأن يظهر عليه السكون، فهو يعني مثل الساكن الصحيح. يعني إذا كان حرف لين، إذا كان الساكن الذي قبل الهمز هو حرف لين، واو ساكنة قبلها مفتوح، أو يا ساكنة ما قبلها مفتوح، جد قبل الهمز تنقل إليها حركة الهمز ولا لا تنقل؟ تنقل إليها لأنها شبيهة بالصحيح، حتى وإن لم يكن صحيحا فهو شبيها بالصحيح. صار أول شرط أن يكون الساكن الذي تنقل إليه حركة الهمز أن يكون صحيحا أو شبيها بالصحيح، احترازا ما إذا كان الساكن حرف مد. إذا كان الساكن حرف مد فلا تنقل إليه حركة الهمز. هذا الشرط الأول، قلنا أن يكون الساكن صحيحا وأن يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى. الساكن يكون في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة الثانية. نعم. الثاني أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التي تليها. الثالث أن يكون هذا الحرف الساكن صحيحا بأن لا يكون حرف مد. فإذا تحققت الشروط الثلاثة فإن ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ويحذف الهمز فيصير الحرف الساكن مضموما إن كانت حركة الهمز ضمة، ويصير مفتوحا إن كانت حركة الهمز فتحة، ويصير مكسورا إن كانت حركة الهمزة كسرة، سواء كان هذا الساكن تنوينا نحو كفؤا أحد ومتاع إلى حين لأي يوم أجلت نار حامية أو كان نونا نارا حامية شو اللي بعدها نار حامية للهاكم الهاكم أو كان نونا نحو من آمن ومن آبائهم. صار إذن عرفنا الشروط، شروط النقل شنية؟ ما هي شروط النقل؟ الشرط الأول أن يكون المنقول إليه ساكنا، هذا رقم واحد، أن يكون ساكنا. الشرط الثاني أن يكون صحيحا. الشرط الثالث أن يكون في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. صار لا ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبلها إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الساكن صحيحا، احترازا من إيش؟ خيرنا. شنو قلنا ضد الساكن الصحيح؟ حرف المد، احترازا من أن يكون الساكن حرف مد. فإن كان الساكن حرف مد فلا نقل إليه. هذا الشرط الأول.
الشرط الثاني أن يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. والشرط الثالث أول حاجة أن يكون الساكن صحيح، وأن يكون في آخر الكلمة الأولى قال أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز ساكنا. هذا الشرط الأول، أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التي تليها، أن يكون هذا الحرف الساكن صحيحا لئلا يكون حرفا. تم الشروط. أيوة. أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا، هذا الشرط الأول، أن يكون ساكنا. اثنين، أن يكون في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. الشرط الثالث أن يكون هذا الساكن صحيحا. طيب، الاحترازات اللي نحترزها من الشروط، أن يكون الساكن آخر الكلمة الأولى، فإن كان الساكن في وسط الكلمة يصح النقل إليه؟ لا يصح. احنا لما اشترطنا قلنا أن يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية، فهمنا؟ الشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول الكلمة. وأن يكون الحرف الساكن صحيحا. أن يكون صحيحا. بأن لا يكون حرف مد يعني. شو معناها صحيحا؟ بأن لا يكون حرف مد. حرف مد. صار عرفنا الشروط مرة ثانية. الشرط الأول أن يكون الساكن في آخر الكلمة الأولى، وأن يكون هذا الساكن صحيحا، وأن يكون الحرف المنقل إليه ساكنا. أولا أن يكون ساكنا، ثانيا أن يكون صحيحا، ثالث أن يكون في آخر الكلمة الأولى. هذه الشروط الثلاثة. أن يكون في آخر الكلمة الأولى قلنا احترازا من إيش؟ من أن يكون في وسط الكلمة، وأن يكون الساكن هذا صحيحا احترازا من إيش؟ ما أن يكون حرف مد. فهمنا توا؟ يعني لابد ثلاث شروط لابد أن تتحقق في هذا الساكن الذي ننقل إليه حركة الهمز، يكون في آخر الكلمة الأولى ويكون هذا الساكن صحيح، حينئذ ننقل إليه. نعم. أو تاء تانيث نحو وقالت أولاهم. طبعا قال لكم الساكن هذا لا يختلف، إما مرات يكون تنوين، فيه تنوين وجد بعد همزة ينقل إليه ولا لا ينقل؟ ينقل إليه. مرات يكون نون ساكنة ينقل، من آمن مثلا ومرات يكون إيش؟ يكون مثلا تاء تانيث. المهم أن يكون في آخر الكلمة الأولى، وأن يكون ساكنا، وأن يكون صحيحا، هذه الثلاث شروط. نعم. أو تاء تانيث نحو وقالت أولاهم. وقالت أولاهم، قالت هو الساكن في آخر الكلمة الأولى وساكن صحيح لأن حركته صحيحة ما هوش حرف مد، وجد بعد همزة. أيوة. فإن بغت إحداهما بغت في آخر الكلمة ولا لا، والهمزة في أول الكلمة الثانية وساكن صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح صحيح، وجدت الهمزة بعدها ننقلوا له حركة الهمزة. حركة الهمزة إيش هي؟ كسرة. يبقى حتى بغت التاء باش بنحركوها بالكسر، لأن حركة الهمز كسرة. ما دام حركة الهمز كسرة معنى هذا أن بننقل لها الكسرة تصبح التاء مكسورة مع حذف الهمز. طبعا مع حذف الهمز. فإن بغت إحداهما وإذ قالت أمة منهم. وإذ قالت أمة، حركة الهمزة إيش؟ ضمة. إذن التاء باش بنحركوها بالضم. أيوة. التاء جت في آخر الكلمة الأولى ولا لا؟ وساكن ولا من ساكنة؟ وصحيحة ولا معتلة؟ صحيحة. وقلنا شنو شبه الصحيح؟ حروف اللين. حتى هي ينقل إليها ولا لا ينقل؟
ينقل إليها. نعم. أو حرف لين نحو جابكم في حرف اللين، جاب لكم حرف اللين. نبأ بني آدم. نبأ بني آدم، بني آدم. ننقلوا لها حركة الهمزة اللي ونحركوها بإيش؟ بالفتح، لأن حركة الهمزة مفتوحة. بني آدم. واتلوا عليهم نبأ بني آدم. نعم. تعالوا أتلوا. تعالتلوا. نعم. دواتا أكل. دواتا أكل. دوات أكل. لا دواتي أكل. دواتي أكل. دواتي أكل. دواتي أكل. دواتي أكل. حرف الياء بحركة دواتي أكل الهمزة. نعم. أو لام تعريف نحو الأولى والآخرة. نحو الأولى. الأولى والآخرة. والآخرة. الأيمان. هو مثلا الآخرة، واحد يقول لي لا هذه ما هيش آخر الكلمة الأولى. قولوا لام التعريف حكمها الانفصال ولا لا؟ حكمها الانفصال، إذا يعني منفصلة عنها، حتى وإن اتصلت رسما تعتبر كلمتين. نعم. أو حرفا آخرا غير ذلك نحو قد أفلح. قد أفلح. نعم. أرجع إليهم. ارجع إليهم. ارجع إليهم. ألف لام ميم أحسبا. ألف لام ميم أحسبا. هذه طبعا كانك أنت يعني اعتديت بالأصل، الميم أنت بتحركها، مش بنحركوها بالفتح. ليش؟ لأن حركة الهمزة فتحة، نحركها بالفتح. ثم بعد ذلك إن اعتدينا بالأصل، شنو الأصل؟ السكون. الميم أصلها ساكنة، إن اعتدينا بالأصل نمد مدا مشبعا، قولوا ألف لام ميم حسبة. اعتدينا بالأصل لأن أصل الميم ساكنة، حتى وإن حركناها بحركة الهمس لكن نزلنا نمدوها. وإن اعتدينا بالعارض، ما هو العارض؟ الميم قد تحركت، الميم قد تحركت، فإن اعتدينا بالعارض نمد كم حركة؟ نمد حركتين، زي ما تكلمنا في ألف لام ميم الله، نفس الشيء. يعني يكون فيها وجهان، المد اعتدادا بالأصل والقصر اعتدادا بالعارض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذا نقل حركة همزة أحسب إلى الميم جاز له مد الميم مدا طويلا نظرا للأصل، وجاز له القصر اعتدادا بعارض النقل. فإذا كان الحرف الأول متحرك فلا ينقل ورش حركة الهمز إليه نحوه، يعني احترازا من شنو احنا جبناه. فإذا كان الحرف الأول متحركا ينقل إليه حركة الهمز ولا لا ينقل؟ لأن احنا شنو اشترطنا فيه؟ سكون. فإن كان متحركا فلا ينقل إليه. فإذا كان الحرف الأول متحركا فلا ينقل ورش حركة الهمز إليه نحوه، فنتبع آياتك. فنتبع آياتك. فنتبع آياتك. إيه هي مفتوحة مفتوحة. جبل حركة الهمزة. نعم. فيه آيات بينات. فيه آيات بينات. حتى هنا لأن الهاء متحركة لا ينقل إليها. نعم. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ولكن في وسط الكلمة بأن اجتمع مع الهمز في كلمة واحدة، هذا احتراز من إيش؟ آخر الكلمة. آخر الكلمة. احنا قلنا لابد الساكن يكون في آخر الكلمة الأولى، فإذا اجتمع الساكن مع الهمز في كلمة واحدة فلا نقل، نحو قرآن ومسؤول ومذؤوم. نعم. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ولكن في وسط الكلمة بأن اجتمع مع الهمز في كلمة واحدة فلا تنقل إليه حركة الهمز نحو القرآن، الظمآن، مدؤومة، مسؤولة. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ووقع آخر الكلمة ولكن لم يكن صحيحا، شنو بيكون أمالا؟
حرف علة. حرف علة اللي هو حرف المد. أيوة حرف المد. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ووقع آخر الكلمة ولكن لم يكن صحيحا ولا حرف لين بل كان حرف مد فلا تنقل إليه حركة الهمز نحو بما أنزل إليك. بما أنزل. بما أنزل. الألف ساكنة ولا مد ساكنة؟ ساكنة. لنقلوا لها حركة الهمز ولا لا تنقل؟ لماذا؟ لأنه ليس أي لأن الساكنة ليس صحيحا وإنما هو حرف مد حرف علة. نعم. وفي أنفسكم يا ولا مش يا؟ ساكنة ولا مش ساكنة؟ لكن سكونها غير صحيح لأنها كانت حرف مد ما ينقلش إليها. ما نقولش وفي أنفسكم لا ينقل إليها لأنها حرف مد. نعم. بما أنزل إليك قولوا آمنا. نفس الشيء. قولوا آمنا. واو لا واو ساكنة ولا مش ساكنة؟ وقعت آخر الكلمة ولا ما وقعت؟ أما لشنو المانع؟ لأنه ساكن غير صحيح لأنه حرف مد. نعم. عكس تعالوا تعالوا لا لا هذاك لأنه ساكن صحيح ما هوش حرف مد. أيوة تعالوا أتلوا تعالوا أتلوا تعالوا أتلوا هذيك بنحركوها بالفتح لأن ساكن صحيح أيوة. قولوا آمنا وفي أنفسكم به أن يوصل فيكون قوله صحيح احترازا عن حرف المد فقط فيكون حرف اللين داخلا وقول الناظم مسهلا منصوبة على الحال من فعل واحذفه أي حذف الهمز حال كونه أي أحذف الهمز حال كونك سالكا طريق المعبد طالبا للتخفيف في القراءة. وعن حمزة في لو فهمنا الحكم الأول. الحكم الأول شنو يقول؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. هذا حكم ولا لا؟ شنو استنتجنا منه؟ استنتجنا منه أن ورشا ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم يحرك هذا الساكن بحركة الهمز، فإن كانت فتحة حركه بالفتح، وإن كانت ضمة حركه بالضم، وإن كانت كسرة حركه بالكسر، لكن بشرط أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الساكن في آخر الكلمة في آخر أن يكون ساكنا، هذا شرط. وهذا هذا هذا الشرط الأول أن يكون ساكنا ما يكونش الحرف متحرك، وأن يكون صحيحا هذا اثنين، وأن يكون في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. يدخل معنا حرفاء اللين ولا لا؟ يدخل معنا حرفاء اللين. يدخل معنا لأنهما حتى وإن كان غير صحيحين ولكنهما شبيهان بالصحيح. أي نعم. بعدين جينا للحكم الثاني. وعن حمزة في الوقف خلف. تو احنا ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها متى توفرت فيه الشروط الثلاثة شنو يعني وقفا ووصلا؟ أيوة سواء كان واقفا أو واصلا، يعني نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها عند ورشين مطلقا سواء كان واصلا أو واقفا. لكن الإمام حمزة رحمه الله قال الناظم فيه شن قال؟ وعن حمزة في الوقف خلف، صار الوصل لا يتكلم عليه في حالة ما يقف، يعني كل ما نقل إليه ورش فإن حمزة ينقل إليه في حالة الوقف، يعني عند وجهان. في حالة الوقف لما يجي في كلمة فيها ساكن صحيح وواقع في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية وتوفرت فيه الشروط الثلاثة، يقف عنده حمزة بيش؟ بالنقل. صار إذن حمزة في حالة النقل في حالة الوقف فقط، وما وعنده وجهان
يعني يقف بالنقل ويقف بغير النقل، النقل وغير النقل. النقل مثل ورش، إلا أن ورش إلا في حالة الوصل والوقف، لكن حمزة في حالة الوقف فقط. نعم، كل ما نقل إليه ورش، كل ما نقل إليه ورش فإن حمزة يقف فيه بالنقل بوجهين، في حالة الوقف يقف فيه بوجهين النقل وترك النقل. منين جبنا لهذا الكلام؟ وعن حمزة في الوقف خلف. قولوا أخبر الناظم أن المصرح له بيش؟ باسمه. أنا أصرح له باسمه. منين جبنا هذا الكلام؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. هذا أخذناه في أول المقدمة. ولذلك لما جاء لباب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها قالوا حرك لورش، الباب هذا خاص بمن؟ بورش بالإمام حمزة. لكن بعدين سيأتينا أنا يدخل عليهم بعض القراء الآخرين، لكن هذا الباب انفرد به ورش، لأن ورش عند فيه النقل مطلقا سواء كان واصلا أو واقفا. إذن هذا الباب خاص بالإمام. ولذلك ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، حتى وإن لم يسمى باسمه سمي بلقبه. أيوة. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده. وعن حمزة في الوقف خلف. هذا هني حكم. بعدين وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا، هذا حكم ثاني. توى حمزة بالكامل له وجهان. حمزة أي حمزة في حالة الوقف له وجهان في كل ما نقل إليه ورش، اللي عند النقل وعند ترك النقل. بعدين قال وعنده عند شنو؟ عند كل ما نقل إليه ورش. وعنده يقصد به، وعنده يقصد به باب ما نقل إليه ورش. قال وعنده عند هذا الساكن الذي نقل إليه ورش. وعنده روى خلف انفرد خلف، خرج مننا خلاد. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، كل ما نقل إليه ورش خلف عن حمزة له فيه وجه آخر وهو السكت، يعني في حالة الوصل. وعنده روى خلف في الوصل، أما في حالة الوقف لا يختلف ورش، يعني لا يختلف خلف وخلاد، كل ما نقل إليه ورش عندهم فيه وجهان. ولذلك تكلم عن حمزة بالكامل اللي يجمع خلاد وخلف. لكن في حالة الوصل من اللي اختص بالسكت؟ خلف. خلف اختص بالسكت. ولذلك قال وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، وكذلك ليس غير ما نقل إليه ورش فقط، وكذلك يزيد خلفا، خلف يزيد السكت في شيء وشيئا، يعني إذن خلف يسكت في كل ما نقل إليه ورش في حالة الوصل، وكذلك يسكت في شيء وشيئا، شيء سواء كان مرفوعا أو مكسورا، مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا، في حالة الوصل يسكت إليه. صار عندنا وعنده قال وعن حمزة في الوقف خلف، قولوا هذا حكم. أخبر الناظم أن الإمام أن المصرح له باسمه وهو الإمام حمزة قرأ بوجهين في كل ما نقل إليه ورش. بعدين نقول وعنده روى خلف في الوصل سكت المقللة ويسكت في شيء وشيئا. قول أخبر الناظم أن المصرح له باسمه وهو الإمام خلف نقل يعني وقف أو سكت. أخبر الناظم أن المصرح له باسمه وهو الإمام خلف قرأ بالسكت في كل ما نقل إليه ورش. من جبناه له؟
من كلمة وعنده، أيوة، أي عند كل ما نقل إليه ورش يسكت فيه خلف، ويزيد كذلك السكت في شيء وشيئا، شيء مطلقا للمرفوع والمجرور وشيئا المنصوب، لكن في حالة، في حالة إيش؟ في حالة الوصل، في حالة الوصل، أيوة. طيب الوقف يا شيخ عند حمزة هنا طريقة متاعها يقف على الساكن اللي قبل الهمزة، الوقف، طريقة الوقف في القراءة، طريقة الوقف يقف بالنقل ويقف بالتحقيق، يقول من، يقول من آمن ويقول من آمن، يقول من آمن زي ورش، ويقول من آمن بالنقل والتحقيق، ها فهمتني ولا لا؟ أيوة، سواء كان خلف وإلا خلاد، أيوة، لكن يزيد خلف في حالة الوصل، من آمن، ها في حالة مثلا من آمن وإلا بروح هذيك، حتى وبالآخرة مثلا يزيد فيها السكت لكن في حالة الوصل. وهذا مذهب يعني أبو الفتح فارس، لأن سيأتينا بعدين مذهب آخر وهو مذهب طاهر بن غلبون، يعني يدخل حتى خلف خلاد لكن في لام التعريف وفي شيء. تو هنا كل ما نقل إليه ورش خلف عنده فيه السكت في حالة الوصل، لكن خلاد مش كله، لا خلاد لا، خلاد مش في حالة الوقف، خلاد مش في حالة الوقف عند السكت، عند النقل وعند التحقيق، فهمنا توا؟ يعني يتفق هو وخلف، لأن قلنا وعن حمزة في الوقف خلف، في حالة الوقف يتفق خلف وخلاد هم اثنين، ولذلك عبر بالإمام حمزة. شنو عندهم؟ عندهم النقل وترك في كل ما نقل إليه ورش به، وفي حالة الوصل خلاد ما عنده شيء، في حالة الوصل خلاد ما عنده شيء إلا في كلمة لام التعريف سيأتينا فيما بعد. في حالة الوصل كل ما نقل إليه ورش خلاد ما عنده فيه شيء، لكن خلف يسكت عند فيه سكتة في حالة الوصل، كل ما نقل إليه ورش خلاد خلف عند فيه سكتة، عند فيه السكت وعند فيه ترك السكت كما سيأتينا. وبالنسبة في شيء عند فيه السكت، لكن خلاد لا ما عنداش في حالة الوصل إلا فيما بعد. نعم، سكتة مخللة يعني سكتة قليلة قصيرة، سكتة اللي هي مقدار حركتين، يعني سكتة قليلة كما هو معروف عندنا في السكت، حتى السكت ما بين الصورتين والسكت كذا، ها احنا مش قلنا عندنا يعني ما بين سورة براءة والصور التي قبلها في ترتيب المصحف مش عندنا سكتة؟ السكتة هذه حتى خلف هو نفس السكتة بالضبط، يسكت سكتة قليلة اللي هي بمقدار حركتين، أي مقدار حركتين. وعن حمزة في الخلف، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم خلوا بعضهم بعدك بعدين بروح، ويسكت في شيء وشيئا، أيوة، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة انت لا، أيوة، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيئا وشيئا لم يزد. تو احنا عندنا المذهب الأول ينتهي في قول الناظم وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا، هذا مذهب أبو الفتح فارس. أبو الفتح فارس نقل عنه حمزة في حالة الوقف التحقيق والنقل، ونقل عنه لخلف في حالة الوصل السكت، وكذلك السكت في كلمة شيء، هذا المذهب الأول. بعدين وبعضهم يقصد به طاهر بن غلبون، بعض أهل الأداء، بعض أهل الأداء الناقلين عن حمزة نقلوا له
السكتة في لام التعريف، ونقلوا له أيضا السكتة في شيء في حالة الوصل، في حالة الوصل. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيئا وشيئا لم يزد، يعني البعض الآخر اللي هو طاهر بن غلبون نقل لحمزة بالكامل، يشمل خلف ويشمل خلاد. شن نقل لهم؟ نقل لهم السكت في لام التعريف وصلا ووقفا. نقل لهم ايش؟ السكت وصلا ووقفا في لام التعريف. ونقل لهم السكت في شيء في حالة الوصل، في حالة الوصل. لام التعريف عندهم فيها وجهان، عندهم فيها السكت وعندهم فيها النقل. النقل منين جبناه لهم؟ جبناه لهم وعن حمزة في الوقف خلف. والسكت منين جبناه لهم؟ وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وكذلك السكت في شيء سواء كان مرفوعا أو مجرورا في حالة الوصل بس، لكن في حالة الوقف عندهم فيه كلام آخر سيأتينا فيما بعد في باب وقف حمزة وهشام. فهمنا توا؟ يعني أن في حالة الوقف كل ما نقل إليه ورش سواء كان لام تعريف أو غير لام تعريف، لكن إذا كان هو لام تعريف في حالة الوقف عندهم فيه النقل. منين جبناه لهم؟ وعن حمزة في الوقف خلف، وعندهم فيه السكت اللي هو خلف وخلاد. فيش؟ في لام التعريف فقط، لام التعريف فقط. تو لما نشوف في كلمة من آمن مثلا، من آمن نقول فيها لخلف النقل والسكت والتحقيق. جبنا لنا النقل والتحقيق منين؟ وعن حمزة في الوقف خلف. وجبنا لنا السكت وروى خلف في الوصل سكتا مقللا، ايوه، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. فهمنا توا؟ وين نشوف في لام التعريف يشترك خلف وخلاد، عندهم فيه النقل. منين جبنا لهم النقل؟ مع انه عن حمزة في الوقف خلف، الخلف داير ما بين السكت والنقل. وجبنا لهم السكت منين؟ من وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيئا وشيئا لم يزد. غير لام التعريف وغير شيء يبقى ما عندهمش السكت. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. اختلف الرواة عن حمزة في الوقف على الكلمة التي ينقل ورش حركة همزته إلى الساكن قبل حركة همزتها إلى الساكن قبلها، فروى عنه بعض الرواة في النقل كقراءة قريش، كقراءة ورش، كقراءة ورش. وروى عن البعض الآخر ترك النقل وتحقيق الهمز، والضمير في وعنده يعود إلى الساكن الصحيح الذي ينقل ورش حركة الهمز إليه. المعنى روى خلف عن حمزة عند هذا الساكن في حال وصل الكلمة التي آخرها ذلك الساكن بالكلمة التي أولها الهمس سكتا قليلا على هذا الساكن، بأن يسقط عليه قبل النطق بالهمز سكتة قصيرة بدون تنفس، سواء وقف على الكلمة التي أولها الهمز أو وصلها بما بعدها. فليس المراد بالوصل وصل الكلمة التي أولها الهمز بما بعدها، بل المراد
وصل الكلمة التي آخرها الساكن بالكلمة التي أولها الهمز. كما يعني عندها وروى خلف في الوصل، أي شنو وصل؟ وصل الساكن بالهمزة، مش معناها أن عند السكت في حالة الوصل فقط، حتى في الوقف. تو لما يجي في كلمة مثلا وبالآخرة هم يوقنون، يبقى عندها فيها السكت. من آمن يبقى عندها فيها السكت، وعندها فيها النقل، وعندها فيها التحقيق، الثلاثة. نعم. كما تقدم، سواء كان هذا السكن ساكن منفصلا عن الكلمة التي فيها الهمز رسما، نحو من آمن، عذاب أليم، أو متصلا بها رسما مثل الأولى الآخرة الإنسان. توا الأولى والآخرة هذا متصل رسما، لكنه يعتبر مفصول، تعتبر اللام مفصولة. نعم. وكذلك روى خلف عن حمزة السكت على ما لم ينقل فيه ورش، وهو لفظ شيئا شيئا. شيئا ما ينقلش له ورش، لكن خلف روى عنده سكتا في حالة الوصل، لكن شيئا سواء كان مرفوعا أو مجرورا، ولفظ شيئا، ولفظ شيئا المنصوبة. سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا، لكن في حالة الوصل مش في حالة الوقف، في حال وصل هذين اللفظين بما بعدهما. أيوة. وهذا مذهب أبي الفتح فارس عن خلف. أيوة. وعلى هذا صار مذهب أبو الفتح فارس شن نقل؟ أول حاجة نقل لي خلف السكت والنقل والتحقيق في كل ما نقل إليه ورش. نقل شنو؟ السكت، وفي حالة الوقف السكت والنقل والتحقيق. لا، مش كل ما نقل إليه ورش، هذاك السكت في حالة الوصل اللي هو في شيء، كلمة شيء ما فيهاش السكت إلا في حالة الوصل، لكن كل ما نقل إليه ورش لام تعريف وإلا غيرها. الإمام أبو الفتح فارس شن نقل فيها؟ كان احنا واصلين، يبقى ما عند شيء خلف إلا في لام التعريف عند فيها السكت، وكان احنا وقفنا لخلف في كل ما نقل إليه ورش سواء كان لام تعريف وإلا غيرها عند فيه وجهان. ما هما الوجهان؟ السكت في لام التعريف وترك السكت، وفي غير لام التعريف النقل والتحقيق في حالة الوقف، لكن في حالة الوصل نقل إليه ابن أبو الفتح فارس نقل فيه وجه السكت. يعني شو معناها؟ لو احنا نقرأ لورش لخلف في حالة الوصل في كل ما نقل إليه ورش، باش نقرأ له؟ نقرأ له بوجهين. خلف رد بالكم، خلف في كل ما نقل إليه ورش غير لام التعريف، أيوة، في حالة الوصل عندنا فيه لخلف السكت وترك السكت، السكت وترك السكت، لأن قال لنا وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة، ما قال لناش في حالة الوقف بس، قال لنا وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة، يعني كل ما نقل إليه ورش، خلينا من غير لام التعريف، كل ما نقل إليه ورش، من آمن إن أنتم، في حالة الوصل عندنا فيه لخلف شنو؟ التحقيق والسكت، وجهين، تحقيق والسكت، لكن في حالة الوقف، في حالة الوقف
عندنا فيه لخلف ثلاثة أوجه: النقل والتحقيق والسكت. جبنا له النقل والتحقيق منين؟ لأنه عن حمزة في الوقف خلف، هذا واحد. وجبنا له السكت منين؟ وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. صار إذن مرة ثانية: كل ما نقل إليه ورش خلف عن حمزة في حالة الوصل عنده فيه كم وجه؟ وجهين. شن هما؟ ما هما؟ السكت والتحقيق. السكت والتحقيق فقط. وفي حالة الوقف ثلاثة أوجه: تحقيق والنقل والسكت. فهمنا توا؟ انجوري خلاد. خلاد في على مذهب طاهر، على مذهب ابن أبو الفتح فارس، عند في حالة الوصل ما عنده شيء، تحقيق فقط في حالة الوصل. وفي حالة الوقف عند التحقيق والنقل. خذوا بالكم، هذا خلاد في حالة الوقف كل ما نقل إليه ورش باستثناء لم التعريف، لأن هذيك بعدين عندنا فيها وجه آخر. في كل ما نقل إليه ورش في حالة الوقف خلاد عند فيه وجهان، وهما النقل والتحقيق. منين جبناهم له؟ وعن حمزة في الوقف خلف. فهمنا توا؟ به. وفي حالة الوصل ما عنده شيء، ما عنده شيء، لأن النقل لابد يكون في حالة الوقف، والسكت ما عنداش، لأن السكت خاص بخلف. نشوف في كلمة شيء، كلمة شيء سواء كانت مرفوعة وإلا مجرورة وإلا منصوبة، في حالة الوصل خلف عند فيها السكت، وخلاد ما عنده شيء على مذهب أبو الفتح فارس، المذهب الأول. خلف عند فيه السكت في حالة الوصل، وخلاد ما عنداش إلا التحقيق، هذا في حالة الوصل. روى أيوة. به. بعدين المذهب طاهر بن غلبون، جولي مذهب طاهر بن غلبون. طاهر بن غلبون قال: وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيئا وشيئا لم يزد. طاهر بن غلبون قال في لام التعريف: أنقل السكت لحمزة بالكامل. خلف وخلد، شو نقل لهم؟ نقل لهم السكت. فهمنا توا؟ في حالة إيش؟ حالة الوصل نقل لهم شني؟ السكت، يعني حالة الوقف والسكت في حالة الوقف والوصل. لام التعريف نقل لهم فيها، من جبناه لهم؟ وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. البعض هذا من المراد به طاهر بن غلبون، يعني نقل لخلاد وخلف كلهم اثنين، نقل لهما السكتة في لام التعريف، ونقل لهم أيضا السكتة في لفظ شيء سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ولم يزد. معناها كل ما نقل إليه ورش غير لام التعريف وغير شيء ما نقل لهم حتى شيء. إذن ملخص نقول: خلف نقل إليه السكت في كل ما نقل إليه ورش بما فيه لام التعريف من المذهبين، من مذهب أبو الفتح فارس ومن مذهب طاهر بن غلبون، نقل إليه أو نقل عنه السكتة في كل ما نقل إليه ورش مطلقا في الوصل. في الوصل يعني طاهر بن غلبون
وابو الفتح فارس، اثنين نقلوا او اثنين نقلا لخلف السكت فيش في كل ما نقل اليه ورشد، هذا ونقل ايضا له السكت في شيء مطلقا، فهمنا توا؟ اذا عندنا خلف عند السكت في كل ما نقل اليه ورش وفي شيء من المذهبين، من مذهب ابو الفتح فارس ومن مذهب طاهر بن غلبون، هذا في حالة الوصل. طيب، بينما خلاد لم ينقل إليه السكت إلا من طريق واحد وهو طريق طاهر بن غلبون فيش؟ في لام التعريف وفي شيء. أيوه، في لام التعريف وشيء. نقل إليه أو نقل له طاهر بن غلبون السكت. وعندك سكت في غير هذا؟ لا، خلف أوسع. أيوة، هذا في حالة الوصل. أما في حالة الوقف عندنا خلف عند السكت وعند ترك السكت في كل ما نقل إليه ورش، يعني عند وجهين، في كل ما نقل إليه ورش عند فيه وجهان، السكت كان في لام التعريف عند فيها وجهان، السكت والنقل بس، لام التعريف عند فيها السكت والنقل بس، لكن بقية ما نقل إليه ورش عند فيه ثلاثة أوجه: نقل وتحقيق وسكت. وبالنسبة لخلاء عند في لام التعريف في حالة الوقف السكت والنقل زي خلف، لكن مش من هنا، من باب وقف حمزة وهشام. أما ما نقل إليه ورش غير لام التعريف بالنسبة لخلاد عند فيه النقل والتحقيق بس، النقل والتحقيق. مثلا كلمة من آمن لما نقف عليها لخلاد نقول له بوجهين: النقل والتحقيق، نقول من آمن ونقول من آمن. منين جبناهم؟ وعن حمزة في الوقف خلف. بينما خلف عند فيه ثلاثة أوجه: السكت والتحقيق والنقل. جبنا له النقل والتحقيق من وعن حمزة في الوقف خلف، وجبنا له السكت وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. شيء بالنسبة لخلف عند فيه السكت من المذهبين، يعني ما عندش فيه تحقيق في حالة الوصل، ما عندش فيه إلا السكت فقط. وفي الوقف هذا كلام مبروحة بعدين حياتينا. وبالنسبة لخلاد ما عندش فيه السكت إلا من طريق طاهر بن غلبون، لكن نقروا له بالوجهين. لما نقروا في كلمة شيء مثلا في حالة الوصل نقروا له بالتحقيق ونقروا له بالسكت، لكن بالنسبة لخلف ما نقرولاش إلا بالسكت فقط. إن شاء الله نكونوا فهمنا، واضح؟ يلا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.